حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس قال ترون هذا الشيخ يعني نفسه كلمت نبي الله صلى الله عليه وسلم واكلت معه ورأيت العلامة التي بين كتفيه وهي في طرف نقط كتفه اليسرى كأنه جمع يعني الكف المجتمع وقال بيده فقبضها عليه خيلان كهيئة الثآليل حان عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصمين عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرًا يقول: اللهم إني أعوذ بك ، من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر ، في الأهل والمال. حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصمين عن عبد الله بن سرجس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: "اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر ، في الأهل والمال" حدثنا ابو سعيد حدثنا ثابت حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس انه راى الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن له صحبه حدثنا معاذ بن هشامين حدثني ابي عن قتاده عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الجحر وإذا نمتم فأطفئوا السراج فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرقوا أهل البيت وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب وغلقوا الأبواب بالليل قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن حدثنا أبو معاوية تحدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال عاصم وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول وسوء المنظر في الأهل والمال يبدأ بالأهل حان محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عاصمين الاحول عن عبد الله بن سرجس قال اقيمت الصلاه صلاه الصبح فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتي الفجر فقال له باي صلاتيك احتسبت بصلاتك وحدك او صلاتك التي صليت معنا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عاصمين الاحول قال سمعت عبد الله بن سرجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقلت استغفر لك قال شعبه أو قال له رجل قال: نعم ولكم وقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم نظرت إلى نقط كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر شعبة الذي يشك، فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل. حدثنا بكر بن عيسى أبو بشر الرسبي حدثنا ثابت أبو زيد القيسي عن عاصم الأحولي أنه قال قد رأى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تكن له صحبة حان هاشم بن القاسم وأسود بن عامر قال ثنى شريك عن عاصمين عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وأكلت من طعامه وشربت من شرابه ورأيت خاتم النبوة. قال هاشم في نقط كتفه اليسرى كأنه جمع فيها خلان سود كأنها الثآليل. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن عاصمين عن عبد الله بن سرجس أنه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر. في الأهل والمال قال وسئل عاصم عن الحور بعد الكور قال حرب بعد ما كان